مثل المترشحين الآخرين، وكما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف ترشح رسميا لدى السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات. بهذه المناسبة بالطبع نجدد الشكر لكل من أبدى مساندة لشخصي من أحزاب ومنظمات وهيئات ومواطنين ومواطنات، كما أشكر بهذه المناسبة كل من تحمل عناء الذهاب إلى البلديات وإمضاء سندات لتثبت المساندة للمرشح اللي هو أمامكم اليوم. إذن شاكر لهم المجهودات، لكل المواطنات والمواطنين. أتمنى إن شاء الله أن الهيئة المستقلة يعني تقبل الملف الذي طرح أمامه في الظرف هذا لنا فيه بالأخص اليوم. نتمنى بناتنا وأبنائنا اللي فازوا في البكالوريا واللي يكون عندهم النبأ المفرح اليوم إن شاء الله، نتمنى لهم مسار جامعي في المستقبل ناجح إن شاء الله، كما أتمنى لمن رسبوا في امتحان البكالوريا لهم فرصة أخرى إن شاء الله وينجحوهما كذلك. بهذه المناسبة كذلك أتمنى لبناتنا وأبنائنا الرياضيين في الألعاب الأولمبية إن شاء الله يكونوا من الفائزين ويرفعوا العالم الجزائري في المنافسات الدولية.